جاء في نهج البلاغة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لعمر بن الخطاب لما شاوره في الخروج إلى غزو الروم، ماذا قال علي؟ قال علي: إنك متى تسر إلى هذا العدو، إلى هذا العدو بنفسك فتلقهم فتنكب، لا تكن للمسلمين كانفة أي وقاية، دون أقصى بلادهم ليس بعدك مرجع يرجعون إليه، فابعث إليهم رجلا غيرك، لا تذهب أنت، واحفز معه أهل البلاء والنصيحة، فإن ظهر الله فذاك ما تحب، وإن تكن الأخرى كنت ردئا للناس ومثابة للمسلمين. فعلي رضي الله عنه حريص على حياة الفاروق، بل يعلنها صريحة بأن الفاروق هو مرجع للمسلمين كلهم.